مساكم الله بالخير والخير وأحلى أحلى مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة الجمال والأناقة دوسلدورف الألمانية، ومن أهم شارع هو شارع الملك في هالمدينة. هذه المدينة ما تمل من زيارتها لو تزورها 100 مرة. اليوم الأربعاء 15، اليوم طبعا الأربعاء 15/6/2022، ودرجة الحرارة تراوح بين 18 و20. أي ماركة في بالك تلقاها يا فيها الشارع يا أما في المولات اللي فيها الشارع، هاي كل شيء موجود. يا رب على هالجمال. كذلك مطعم فيبيانو موجود. حياكم الله وبياكم مرة ثانية في مدينة دوسلدورف، وهذه قاعة المدينة يسمونها الألشتات في المدينة القديمة. مسوين صالة أغاني طرب. نواصل سيرنا. هذا متحف والكنيسة وراه، وهذا نهر الراين والقوارب اللي تشل الناس في جولة، وبعد القوارب ممشى جميل جدا إلى المدينة الإعلامية، وتقدرون تركبون طبعا هذا البرج تأخذون نظرة كملاحة. هاي السفينة محملة سيارات. نواصل تصويرنا. ما زلنا في مدينة دوسلدورف وعلى نهر الراين. نواصل مشينا. هذا ممشى نهر الراين. تبغي تمشيني فوق ولا تحت؟ المشي فوق أفضل للتصوير. هذا طبعا تقدرون تركبون وتاخذون اطلالة على دوسلدورف. وبعده المدينة الإعلامية بعد شوية. هذه المدينة الإعلامية، ولو تلاحظون المباني اللي فيها كلها غير عن بعض، كل مبنى غير ديزاين عن الثاني. هاي مكانها بعد البرج. بننتقل للناحية الثانية عشان نصور الجزء الثاني. ما زلنا في دوسلدورف وهذه المدينة الإعلامية، المنطقة الإعلامية، وكل بناية غير عن الثانية. وهذا الجسر يوصل الجهة الثانية. تكمل للمباني القريبة. شوف هالمبنى المعدني. ما زلنا في دوسلدورف الجميلة. هذا أمامنا نهر الراين، وهذا ممشى الراين. التقاطات من شارع الملك دوسلدورف. هذا كو جاليري من الناحية هذه. هذا الممشى الجميل في طبعا في دوسلدورف شارع الملك.
عندهم. أحلى أحلى صباح مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة إندهوفن الهولندية، رابع أو خامس أعتقد أكبر مدينة في هولندا. اليوم الأربعاء تاريخ 15/6/2022 ودرجة الحرارة 15. مبنى فيليبس، وهذه المدينة مرتبط اسمها بفيليبس لأن أول من افتتح فيها مصنع وسنة كان سنة 1891، وهذا المبنى الغريب العجيب سنتر صغير، وهذا شارع التسوق، وهذا المدينة أغلب مبانيها كلها حديثة. هذا سنتر كبير بلازا، وهذا شارع التسوق. طبعا هالمدينة بعد ما فتح فيها فيليبس مصنعه شهدت ثورة صناعية، حاليا فيها مصانع سيارات وشاحنات وغيره وغيره. وتلاحظون ما في بيوت قديمة لأنها اندكت دك أيام الحرب العالمية الثانية، وأكثر المباني اللي تشوفونها كلها حديثة، البيوت الملونة والقديمة لها طابع ثاني، والطابع العصري غير يختلف 180 درجة. نواصل تصويرنا، ما زلنا في مدينة إندهوفن، وهذه كاتدرائية المدينة. نواصل تصويرنا، هذه ساحة السوق أو ساحة الماركت. وهذا شارع التسوق الرئيسي ويمتد لين الكاتدرائية، وله تفرعات يمين يسار. هذا المركز التجاري الكبير بلازا اي. هذا طبعا جنب الكاتدرائية يبيع هالأشكال، أشكال غريبة عجيبة، ديكورات للبيت عجيبة. غاطه من خلف الشمال، هذا كرسي السعادة. ويلست على كرسي السعادة، هذا ما طاع يقوم من المكان.
الطريق من الشلال من موقف السيارات لين الشلال، طريق من الموقف لين الشلال مثل ما تشوفون هذا هو شكل، يمكن تاخذون فيه نص ساعه مشي، ممكن 40 دقيقه على حسب سرعتكم. السياره تحطون فيها 5 يورو، تشترون تذكره وتحطون على الطبلون 5 يورو. والزين فيه انه فيه توقفات وايد، يعني لو تعبتوا تنزلون اي مكان تحطون ريولكم الشكل، في توقفات يعني. هذا اسم الشلال، هذا الشلال في الشتاء، شوفوا كيف مثلج. هذا اسم الشلال، هذا الشلال في الشتاء مثلج. هذا اسمه بعد هني، بعطيكم الاحداثي، هني مواقف السيارات تحط فيها 5 يورو تذكرة وتوكل لين الساعة 6 عندك العصر، من الصبح لين الساعة 6. بعطيكم الاحداثي، هذا الاحداثي، هني مزرعة الفراولة، في حق مريت على مزرعة فيها قطف. شوف الكبار جلعوا، الصغار خلهم. هذا اللي حصلته، هاي هي مزرعة القطف مقابل الشلال، موقف الشلال. أنا هذا اللي قدرت أقطعه، هذا بس يكفي، بغسله. هذا الفريج اللي بنبات فيه اليوم، هذا النهار قريب من الأوتيل. صبحكم الله بالخير ويوه الخير من مدينة فيسبادن الألمانية. اليوم الجمعة وجمعتكم مباركة إن شاء الله، أظني تاريخ 17 اليوم 6/20/22، درجة الحرارة 20. يلا نتوجه إلى المدينة. السموحة على التصوير لأن الشمس وخلف الكنيسة. وهذا تمثال الملك فيلهام الأول، بنصوره بعدين.
الزاوية لتصوير الكنيسة حاليا مش تمام. هذا هو إقاعة المدينة، الرات هاوس اللي يسمونه الرات هاوس، جنب الكنيسة. هاي الكنيسة الحين بتطلعني شوي أوضح. يلا نواصل سيرنا يا إخواني، التقاطه ونواصل سيرنا. الكنيسة وقاعة المدينة وما يجاور الكاتدرائية. سنتر المدينة، هذه المدينة فيها 26 عين حارة للاستطباب. نواصل تصويرنا، ما زلنا في مدينة ويسبادن القريبة من فرانكفورت. نواصل سيرنا في مدينة ويسبادن. هذه دار الأوبرا يا إخواني، في الحديقة نفسها، موقف السيارات جنبها، أنا هني أوقف. وهذه الحديقة والسيتي سنتر قريب من هني، ماشي 5 دقائق بس. ودار الأوبرا أمامها بيتهوفن. طبعا البارحة أنا بالغلط ترى يا جماعة قلت انتقل إلى سالزبورغ، هو لا انتقل ولا شيء، بس كيف جت هالكلمة ما أدري، لأن في سالزبورغ هذاك بعد موسيقار مشهور اللي هو موزارت، هذاك مسقط رأس سالزبورغ، لكن ما أدري كيف جت الكلمة هاي، فأعتذر منكم. هذا بيتهوفن وهاي دار الأوبرا في ويسبادن، ونتوجه إلى فرانكفورت. يلا وراي واحد واحد. أهلا أهلا أهلا، مساء الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة فرانكفورت، عاصمة المال والأعمال والاقتصاد في الجمهورية الألمانية. هذا نهر الماين اللي مر على المدينة، متجهين إلى جسر الأقفال. وجسر الأقفال لابد من زيارته لما تزور فرانكفورت، وقريب منه طبعا المدينة القديمة لابد من زيارتها. هذه فرانكفورت الجديدة وهذه فرانكفورت القديمة، هذه الحديثة طبعا. هذه البناية الطويلة ممكن زيارتها، ترى فوق في محلات ومطاعم وتاخذ لك إطلالة على المدينة. كذلك فيها أعلى صالة رياضية في الدور 53 و54 في أوروبا، يعني على صالة رياضية. نواصل تصويرنا، ما زلنا في فرانكفورت وعلى جسر الأقفال أو جسر الحب أو جسر العشاق. يلا نتجه إلى المدينة القديمة. نواصل تصويرنا، هذه المدينة القديمة متصلة بالجسر. شوفوا محلات المدينة القديمة، هاي تم بنائها سنة 1405 وظلت لمدة 6 عقود هي
قاعة المدينة. شوفوا جمال المباني، هاي يسمونها من رومر. أتجول في مدينة فرانكفورت. هذا السنتر بحركته المميزة في التصميم، في طبعا في فرانكفورت. طبعا هذا أشهر شارع تسوق في فرانكفورت، شارع زيل، وتقع عليه المولات على اليمين وعلى اليسار، وآخره حديقة حيوانات جميلة. فندق جميرة على اليمين، آخر شيء على اليمين. يعني الماركات تلقونها فيها الجاليريا، فيها السنتر، جميع الماركات العالمية. وصل التصوير، للأسف رحت بركب البناية لقيتهم مسكرين. شوفوا هالمحل شو يبيع. من البحيرات الجميلة جدا على في الشمال الإيطالي، هذه بحيرة موهل وولد، بحيرة جميلة جدا، وهذا نهار يصب فيها. بروح أشوف إذا له ممشى بعد. اللي في الشمال في برونيكو، في بريكسين، اي مكان في الشمال الايطالي يوصلها، الوصول لها بكل سهوله. دورت في غرفه في هالفندق، قالوا لي لازم 3 ليالي تعجز، ليله ما نعطي. غريبه هالفندق. يا رب، صراحه جميله، من زمان ابغى اوصلها.
مو هالوالد. حياكم الله وبياكم ومساكم الله بالخير جميعا من سوق او مول اركدن ميونخ خارج ميونخ اليوم الاحد 27/6/2022 وهني درجة الحرارة 24. هذا المول طبعا هني في هالمنطقة كان مطار ميونخ القديم، وان شاء الله بنطلع برا ونشوف اللي باقي من المول. هذه المنطقة هاي الحين كلها يعني قلبوها محل يعني اسواق، زائد معاد صالات معارض، واكثر المعارض اللي تستوي في ميونخ هني في هالمنطقه هاي. كذلك اكبر سوق للمستعمل قريب من هالمكان. الاوروبيين طبعا تعرفون انتم سوق المستعمل عندهم سوق مهم جدا. شوفوا الفن، فن الجدران. ما زلنا في مول ريم أركدن خارج ميونخ. واصل تصويرنا. طبعا هالمكان اكثر استوت صالات معارض. هذا برج المراقبة القديم المطار ميونخ اللي كان هني، وبعدين الحين بعدوه تقريبا كم من كيلو وكبروه. بس انا مستغرب ليش ما يشغلونه 24 ساعة، لانه بعيد عن المدينة، بعيد عن مدينة ميونخ، مفروض يشتغل 24 ساعة. واكثر المعارض اللي تستوي في ميونخ طبعا تستوي في هالمنطقة هاي اكثر المعارض. هذا المول وبعض الفنادق موجودة، طبعا تكون اسعارها غالي وقت اذا في معارض، يعني خصوصا المعارض القوية. هذا ورد الزنبق في اسيا، هاي الاوراق تسوي كبيرة، الواحد ممكن يركب عليها يعني عمره اللي وزنه 60 تقريبا ونازل. هناك جوهم استوائي، المكان جميل جدا. المحلات اللي خارج المطاعم اللي خارج المول، هاي من الأماكن بعد كذلك اللي يحب المطاعم يسكن هني، لأن هاي قريب بعد كذلك من مطار ميونخ الجديد، قريب كذلك خارج المهم مدينة ميونخ، خصوصا اللي عندهم رحلات صباحية. هاي مشكلة لازم يحاسب لها، يسلم السيارة إذا عنده سيارة، وإذا ما عنده سيارة أوكي. هني يطلبون له تاكسي اوبر وطوالي. شوف
حياكم الله وبياكم في هذا القصر الجميل، قصر نوفنبرغ خارج ميونخ في ضواحي ميونخ، من القصور الأوروبية الكبيرة جدا. نواصل. هذا الممشى الجميل اللي خارج ميونخ على نهر أيسر. طبعا هذا النهر يمر على ميونخ ويعبر ويروح ناحية الحديقة الإنجليزية، وهو عابر وهو طالع مروح. هذا نهر أيسر. هذا الممشى اللي أكثر من رائع، تمشي والنهر جنبك. وفي مكان فيه مسابح، بس ما بغيتها، ما اقدر اصور الناس يسبحون. وبعد المسابح بعد في ممشى طويل. ما نصح قال لي يبغي يدلي ريحه طريوله في الماي. كم بتقدر تمشي؟ كم بتقدر تمشي؟ امشي لين تطيح. ما زلنا في الممشى الحلو على نهر أيسر خارج ميونخ. شوفوا محل الممشى هني. هذا طبعا نهر أيسر طوله 300 كيلو، يمر في النمسا، يمر فيها في مهم، بس هو مهم جدا حق ولاية بافاريا الألمانية ومدينة ميونخ. مهم اهتمام كبير. وين ينتهي؟ ينتهي هناك وين كنا من قبل كم من يوم في بساو. هو ونهر إن هناك ينتهون، روافد يكونون يعني روافد مهمة حق نهر الدانوب. هذه واحدة من البحيرات اللي حوالين ميونخ. طبعا حوالين ميونخ عدة بحيرات جميلة جدا، وهذه واحدة منهم. وصل تصويرنا من زاوية ثانية، من مرتاح في التصوير لأن في ناس تسبح. بحيرة جميلة جدا من ضمن البحيرات اللي حوالينا ميونخ.